نقدمها لكم هذه المرة من مدينة زويرات عاصمة ولاية تير الزمور. أهلا بكم مجددا، نستهل معكم حلقتنا هذه بمناظر اخترناها لكم من مدينة الملاجم. متابعة شيقة. في ولاية تير الزمور دائما ثمن سكان مقاطعة برمغراين الجهود المقام بها من طرف الدولة ممثلة في جميع قطاعاتها الحكومية سبيلا للنهوض بالتنمية المحلية في هذه المقاطعة النائية، في حين يواكب المنتخبون المحليون تلك الجهود بتدخلات ميدانية تتمثل أساسا في مبادرات شخصية لدعم المواطنين الأكثر فقرا وتمويل مشاريع مدرة للدخل للعاطلين عن العمل. مدينة برمغراين التي تقع في حيز جغرافي شبه نائي في أقصى شمال البلاد تتوفر على الوسائل الضرورية والإمكانيات البنيوية التي تجعل منها مدينة محورية، فعلى الرغم من بعد المسافة والظروف المناخية التي تتسم بندرة الأمطار فقد كثف المنتخبون المحليون بالتنسيق مع السلطات الجهوية على مستوى ولاية تير الزمور الجهود لتذليل الصعاب أمام القطاعات الحكومية لتسريع تدخلاتها خدمة للمواطن. بلدية برمغراين هذه الفترة الأخيرة برنامج تعهداتي سيد الرئيس محمد الشيخ القزواني ونفذ في مقاطعة برمغراين منه 90% بجميع القطاعات الدولة
اللي زارونه، كيف على سبيل المثال تآزر دخلوا جزاهم الله خيرا، ودخلت مفوضية الأمن القضائي، ودخلوا حقوق الإنسان، ودخلت وزارة الصحة، ودخلت صونلك، ودخلت وزارة التكوين المهني والشباب، هذا كلهم تدخل ودعم الجهات المعنية، سياني تعاونيات، سياني الشباب، سياني ريد العاملة، وخلق الحمد لله قدر من المشارع التنموية في البلاد ما قط خلقوا. ودخلت وزارة الداخلية جزاهم الله خيرا بهذه حملة النظافة اللي كان مفصول فيها. البلدية من 2021 من ساعة اللي كومصت كورونا خطاب الرئيس في أخبار أن البلديات يعفوا الدرائم مدة شهرين، احنا عفينا الدرائم من ذيك الفترة وما زلنا إلى حد الساعة عافينهم عن المواطنين. ما هو المواطن يعطي ضريبة ولا هون مولي وتتوخذ من الحدود، هون ماشية واخذ على ذي المقاطعة تقبض منها البلدية ضريبة، وما زلنا عافينها إلى حد الساعة. موازاة مع الجهود المبذولة من طرف عمدة البلدية، ساهمت التدخلات الاجتماعية التي يقوم بها نائب المقاطعة في التخفيف نسبيا من أزمة العطش التي أرقت السكان طيلة السنوات الماضية، وذلك من خلال هذه المحطة التقنية التي تعنى بتحلية المياه المالحة ومعالجتها بواسطة ماكينات تعمل على مدار الساعة على ضخ المياه العذبة وتوزيعها مجانا لصالح السكان. ساكنة بير مقرين هون كانت طارح لها الماء البارد مشكلة، عندها لاش من الماء المالح، وجاب النائب جزاه الله خيرا محمد سالم والأحمد النويقل محطة تحلية، وهذه المحطة للساعة توخذ 10 أطوان من الماء البارد، واستفادت منها الساكنة، عندها هون فراجين مالحين، ورايك عندنا ستوك فيه لا يعود يقارب 150 طن من الماء البارد. الناس الحمد لله شاربة وذاتات عندهم مشكلة العطش في بير مقرين. التدخلات الميدانية للمنتخبين المحليين في المقاطعة ووقوفهم جنبا إلى جنب مع المواطنين الأقل دخلا كان محل إشادة وتقدير من لدن السكان. كنا نشهد مشكلة المياه ونحلت مشكلة المياه من سالجة المحطة، لأن وفرت المياه على المستوى الميداني للمقاطعة الحمد لله ما في حد حال يشكي من العطش نهائيا، وإحنا نظمتنا رحلات ميدانية كانت مجانية، لأن يعني استفاد منها جميع المنقبين اللي ما عندهم متات ولا عندهم إمكانيات، الناس اللي مقطوعة السبل، الناس ضعيفة الدخل كانت تعاني من العطش. البلدية هي أول بلدية على مستوى مقاطعة المغرب تترك أثرا ملموسا على مستوى المقاطعة. من خلال ماذا؟ من خلال هذه السوق التي بنتها خيرية السنين بالتعاون مع هذه البلدية، حيث أن البلدية أصبحت لها هناك منشآت تمثل البلدية على أرض الواقع. نوي كذلك بالدور الفعال الذي تلعبه هذه البلدية بلدية مقاطعة المغرب منذ أن تولت السيدة العمدة متعلوات زمام المبادرة في زمام هذه البلدية، حيث خلقت جوا تنمويا في هذه المقاطعة. هي إذن نهضة تنموية شاملة في المقاطعة يتطلع السكان إلى أن تنمو وتتعزز أكثر بعد تشييد الطريق المعبد الذي تتحدث الجهات المعنية عن بدء أشغاله قريبا. مختار بابا الأحمد، قناة الموريتانية، برنامج من الداخل. بير مقرين في أقصى الشمال إلى جنوب البلاد، تحديدا إلى ولاية طرابلس. تمارس مجموعة من النسوة في المزارع المحاذية لمقاطعة كرمسين جمع ما تبقى من مادة الأرز بعد عملية حصاده من الماكينات، وتوفر الكميات المتحصل عليها دخلا معتبرا لهؤلاء النسوة. بنتا واحدة من النسوة التي ضربنا خيامهن في هذه المنطقة وباشرنا جمع ما تبقى من الأرز بعد الحصاد. أوه
هنا وسط حقول شمامة وبمسارع أفطوط الساحلي المحاذية لمقاطعة كرمسين ضربت بنت خيمتها وهي القادمة من قرية دلار مع رفيقاتها لمباشرة عملية جمع ما تبقى عقب حصاد مادة الأرز، وتستمر عملية التحصيل بآلات تقليدية طوال ساعات النهار، وهي صفة ورثتها عن أسلافها. هذا العمل في الحمد لله ياسر من الزمن مخليهن والينا، وقطع لنا ما شاء الله مشرفنا بين اللي مسلكنا من السرقة، مسلكنا من شي بلا فايدة وعايشين منه، نجو يا غير نجو بالتعب. ليس عمل بنتا وصاحباتها بالعمل السهل، لكنها تشني من ورائه أرباحا قد تكون مهمة بالنسبة لها بغض النظر عن المتاعب، وتحرص بنتا على مضاعفة الجهود في انتظار الحصول على وسائل تخفف من أتعابها هي وناظراتها. الزمن زمن القاش تنقولوا نحن عنه شبه هو من زمن الخريف اللي زمن أصحاب والبلول وذا النوع، يا غير بعد مو اللي يكلف التعب يكلف التعب. والله راك طالبين من الدولة توفر لنا آليات نقدو نجبرو نحصلوا منه وشي باش ما تعبنا. قد تكون رحلة بنتا إلى الحقول وكذا الأعمال التي تقوم بها وهي شمع ما تساقط من حاصدات مزارع الأرز تظهر تعبا، لكنها تخفي أيضا أرباحا قد تسيها رحلة تعبها. قناة الموريتانية، محمد بلال لبرنامج الموريتانية من الداخل. تميز المعرض الثقافي المنظم على هامش نسخة هذا العام من مهرجان بن شاب للصحراء والمحيط بالعديد من المعروضات، شملت الصناعة التقليدية وبعض المنتجات المحلية الأخرى. التفاصيل في سياق التقرير التالي. رغم الحداثة والتطور الصناعي، ما زالت المنتجات التقليدية المحلية تحافظ على وجودها في مختلف المناسبات. في هذا المعرض الثقافي المنظم على هامش مهرجان بن شاب للصحراء والمحيط، يعرض محمد المختار وهو أحد رواد الصناعة التقليدية أنواعا شتى من المنتجات تعكس مدى مهارة الإنسان الموريتاني وقدرته على الإنتاج والإبداع. جينا هنا نعرض لها الصناعة التقليدية، وهذا بعض هذه الكلام، وهذه البيوت والأبراريد، وهذه اللوحات، وذلك الصناديق، وذلك القدحان، وهذا كله شفناه هنا. عندنا الصناعة التقليدية، عندنا ملي البضايع الأخرى مرصنديس، ما شاء الله مجمع قاعدة كامل تبارك الله، ما شاء الله، أنا مشكرين تبارك الله عليه، مهرجان شيء زين ما شاء الله. ولم تقتصر هذه المعروضات على الصناعة التقليدية، بل تنوعت لتشمل العديد من المواد المنتجة محليا كالتمور بمختلف أنواعها، إضافة إلى منتجات السمك ومشتقاته. وجاية من ويك اللي هو حاضرين ونبيعوا هذا الحوت اللي تراعوا فيه زول هذا المشروع، وتو عندنا الصيد التقليدي اللي تراعوا فيه هنا ونبيعوا هذا الحوت وذا الدهن والبيض وتو. وإضافة لدور هذه المنتجات في التعريف بالماضي الحضاري والتراث الثري لبلادنا، توفر هذه الصناعة مردودا ماديا معتبرا على مبتهنيها. برنامج الموريتانية من الداخل، الحسن دباب، ولاية إنشيري. ننتقل بكم إلى ولاية داخل تنوادبو. أعلن بداية الأسبوع الماضي في مدينة الشامي عن تحويل ماكينات طحن الحجارة إلى مكان جديد بعد إشراف رئيس الجمهورية على تدشين مشروع مندمج للتعدين الأهلي والشبه الصناعي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد الانطلاقة الرسمية لمشروع مندمج للتعدين الأهلي والشبه الأهلي، شهدت مقاطعة الشامي احتفاء واسعا بهذا القرار الهام الذي سيساعد المنقبين في توفير الظروف الملائمة لهم وتنظيم معقلن بالطرق المدروسة. ويستقطب مجال التعدين الأهلي بمقاطعة الشامي عشرات الآلاف من المنقبين، مما وفر نشاطا اقتصاديا مدرا للدخل للكثير من المواطنين. بالنسبة لنحن الاتحاديات، ما شاء الله الاتحاديات كانوا لاينا ضروا من أجل هاي التراب اللي قبلت السنة تبرق زينا هذه، ودور المقالع كاملة قاعد فيها الحجارة، لأن
شريان الحياة بالنسبة للمناقبين لدار حزم. وبدأنا الحمد لله تنظيم بحول الله وقوته، لأن شركة معاد الموريتاني كانت عاكفة معانا على حلول تجبرها معانا لهذه الأرض اللي هي للمواطنين كاملين ككل فاصلين بها، لأنهم التنقيب تتمثل فيها 13 ولاية من ولايات موريتانيا جميع أضياف موريتانيا. وجبرنا ملي قضية اللحمة الاجتماعية في اتحاد النسيج الاجتماعي الموريتاني اللي بالذب، لأن الناس تبارك الله متحدة متخاوية وسيارتها واحدة ولا عندها مشاكل. جزا الله عنا خيرا شركة معاد الموريتاني ورئيس الجمهورية جازي بن خير اللي أعطانا أهمية، قطعا لا شك أنه جاي يقول لأي دور يطلع على معاناتنا الشعب اللي هون من ناحية قطعة الشامي. هذه كان يعاني من هاي قلة فتحة الرصيف، كان يعاني منه، ويوم الحمد لله أن يطموا لنا هاي رسالة الرئيس الجمهورية هذه المهمة. احنا قطعنا قدام الله يعني نشاكر ما يشكت معادل ما عنها الحمد لله، ما داقونا انها ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة. ويستخرج المنقبون من باطن الأرض الصخور والحجارة حيث كانت تتم عملية كسرها ومعالجتها وسط المدينة قبل تحويلها إلى مركز الشيخ محمد المامي للتعدين، والذي سيسهم في تنظيم وترقية هذا الميدان. أحمد محمود الزمراقي، قناة الموريتانية، لبرنامج الموريتانية من الداخل، أنواذيبو. من ولاية داخل أنواذيبو ننتقل بكم إلى ولاية قرقل. تشكل رياض الأطفال في مدينة كيهيدي حاضنة مناسبة لتنشئة وتأهيل الأجيال للولوج إلى مرحلة الدراسة، ويوجد في المدينة العديد من رياض الأطفال العمومية والخصوصية التي تشهد إقبالا متزايدا من البراعم الصغار. تتواجد في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية قرقل العديد من رياض الأطفال التابعة لقطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وأخرى خصوصية، وتستقبل هذه الرياض عشرات الأطفال من مختلف أحياء المدينة، حيث تقدم داخل هذه الرياض عدة برامج تربوية وترفيهية لتنمية قدرات الأطفال قبل ولوجهم إلى المدرسة. كما تعلمون هذه الروضة تعتبر من ضمن 101 من رياض الأطفال المسجلة هنا في ولاية قرقل، لما يقارب من 5500 تلميذ في سن ما قبل تمدرس، هي من 0 إلى 6 سنوات. وهذه الروضة أيضا تتميز بطاقم تربوي تم تحويله هذه السنة من ضمن عدة مربيات، 150 مربية الحمد لله تكوننا وأصبحنا متخصصات في مجال التعليم ما قبل المدرسي. يضاف إلى ذلك أنها تقدم جميع الخدمات مجانا، هي طبعا روضة عمومية، ستضاف إلى 4 رياض من رياض الأطفال تم تسهيلهم هذه السنة على أن يتم افتتاحهم بداية السنة المقبل في كل المقاطعات التابعة للولاية مثل مونغول والكسيبة وأنبود وأنبود ومقامة. لذلك نعمل بكل حرص على أن نوفق في تعليم هؤلاء الأطفال وتهيئتهم من أجل الدخول إلى المدارس بصفة تمكنهم من أن يستوعبوا الدروس، لأن كما تعلمون التنشئة الصالحة والتنشئة الحقيقية تبدأ أساسا من الرياض. وقد تعززت طواقم رياض الأطفال بمربيات تم تكوينهن على كيفية التعامل مع الأطفال وفق طرق تربوية جديدة. نحن مربيات مكتتبات، عندنا برامج تربوية مقدمة من الوزارة تخدم رعاية وتربية الطفل، أتينا لنقدمها الفئات العمرية من 0 إلى 6 سنوات. عندنا كل المجالات، عندنا جميع التخصص في هذه الفئات العمرية. أتينا لنقدم هذه التربية من نشاطات ترفيهية، ألعاب، ذكاء. أعمل هنا منذ 2013 كمربية في هذه الروضة، ونقدم برنامجا تربويا متنوعا للتعليم قبل المدرسي كبقية رياض الأطفال، ونشكر الإدارة الجهوية والقطاع على كل الدعم لتسهيل مهمتنا.
ومشتغل فيها روضة الحمد لله زينة ما شاء الله، ما عندنا شيء، ما عندنا فيه أي مشاكل ما شاء الله. أدلوا فيها استقبال التركة ونأدلوا ياسر من المواد اللي والتركة ما شاء الله الحمد لله، وطالبين من الإدارة اللي تابعة أن تجيب لنا ياسر من المواد اللي قالتنا هون بنا ياسر من النقص، راهو حلنا هذا المدير الإدارة الجوية اللي تابعنا. ويعمل قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في غرغل على توسيع دائرة رياض الأطفال لتشمل كافة مقاطعات الولاية بهدف تعميم هذه الخدمة التي تعتبر جزءا أساسيا من المسار التعليمي للأطفال. محمد علي سالك لبرنامج الموريتانية من الداخل، مدينة كيهيدي. ومن ولاية غرغل ننتقل بكم مشاهدي الكرام إلى ولاية العصابة. تمتهن بعض النسوة في مقاطعة كنكوسة تربية الدواجن منذ سنوات، وتوفر لهن هذه المهنة دخلا محترما. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. حورية بنت بن عيشة وفاطمة بنت علي سيدتان قد بلغتا من الكبر عتيا، لكنهما ما زالتا تمارسن مهنة تربية الدواجن منذ أمد بعيد، إلى أن أصبحا من مشاهير مقاطعة كنكوس المعروفات بتربية وبيع الدواجن المحلية، موفرات بذلك عائدا ماديا ساعدهما في النهوض بعائلاتهما التي تعيل عليهما، في مشهد يجسد إرادة وعزيمة المرأة الريفية وقوتها في مجابهة مختلف صعاب الحياة. هاي المدينة هاي عندنا احنا العليات معدلينها، احنا عليات من شمل العليات عنده شمل التركي ومربي ومساكن مولانا، ما عندنا يمكن احنا والله مولانا، وعدلنا هاي المدينة عايشين فيها ونرقمنا قايتنا عايشين فيها تركي الأندر، ودايرين عند مولانا وعند الدولة تدعمنا وتعاوننا وتمولها لنا تمويل زين يعود بشيء يقطوا به نحن شمل الأليات مساكن مولانا ونشتغلوا وعايشين فيها، ودايرين عند مولانا وعند الدولة تدعمنا وتعاوننا، كأننا قدون عايشوا تلك العندنا ونشبروا شيء قادين نعيشوا به وقادين نولي انتموا مصيرين به تلك العندنا، تلك احنا عليات فقراء عندنا لا احنا مولانا عليات الناس يجروا إلى تلك لا احنا مولانا ما يجري لهم حد غيرنا. في هذه المدجنة ما يقارب 500 من فراخ الدجاج يتم العناية بها في جو مواتي وبغذاء خاص يتم إنتاجه ليناسبهم تحت عناية فائقة إلى أن يكبروا ويتم بيعهم وإفاد صغار آخرين. عندنا مدجنة ودجينة منها 500 نشروها إحنا العليات من الديوك الدجاج ونش محلي مربي هون جينا من نواكشوط شارينها ونحن هم اللي نربوها هون عندنا، ومن الوقت اللي جينا هون انتبهوا هون قعودات عندها اللي نعود عندنا نذبحوها ونبيعوها هذا السنة ومستفادين منها ومستفاد منها عيالنا شمل العليات تعاونيات عدناهم يقي ما عندنا شيء شمل العليات الضعفاء عند الحمل الأحمر يسري لي هذا سمعته ومستفادين من هذا الديوك هون هذا من الارك هون حاله ماركه 500 من الفركوس جانا بيض قطعا انه يجينا تواقط مراعي يجونا بيض ويجينا مطرطق هذا سمعته يجينا مولي من هذا الطرطق يطرطق عندنا هون ونتباركوا مع عيشتون عيشوا نشروه له الزقبه نشروها ب 12000 للوحده معاش يجينا من الشهر ما في شط نشروه هذا سمعت الزرع هون ما ياكلوا يابا وعنه ما يقدروا ياكلوا بيهم الصغير وعندنا دويات ونشروهم مولي هذا السمع دقيات وحب مولي نطالهم تسميم لهم هذا مالك السمع. تأمل السيدات المشرفات على هذه المدجنة أن يلقيا دعما من الجهات المعنية يناسب حجم طموحاتهم حتى يوسع المشروع ليستقطب سيدات أخريات، الأمر الذي سيزيد من الإنتاج ويوفر دخلا يسهم في الرفع من عائداتهم المادية. بهبيري والريادالي لبرنامج الموريتانية من الداخل مقاطعة كنكوسة. مشاهدي الكرام، من ولاية العصابة ننتقل بكم إلى ولاية الحوض الغربي.
تواصل الإدارة الجهوية العمل الصحي في ولاية الحوض الغربي تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بمواجهة كوفيد-19. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. الإدارة الجهوية للعمل الصحي بالحوض الغربي تعمل ضمن المنظومة الصحية الوطنية التي تواجه تحديات جمة بسبب جائحة كورونا. المصالح المختلفة لهذه الإدارة تعمل ضمن خطة استراتيجية رسمت للقضاء على الجائحة والتغلب على المشاكل الصحية المطروحة في الولاية ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال. تعكف المصالح الصحية بولاية الحوض الغربي على توفير الرعاية الطبية لكافة سكان الولاية. حاليا نكثف الجهود ضمن الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال دون سن الخامسة، ما يمثل نسبة 6% من مجموع السكان هنا. كما أن النقاط الصحية المنتشرة في كافة المقاطعات وفرت لها كافة التجهيزات فيما يخص كوفيد-19 من لقاحات وفحوصات سريعة، انعكس بشكل إيجابي على أعداد الإصابات التي بدأت بالتراجع منذ أسبوعين. تعمل الإدارة على مراقبة الوضعية العامة من خلال لجان أنشئت لهذا الغرض. أما بالنسبة للوضعية الصحية بشكل عام، لقد حظيت الإدارة الجهوية للعمل الصحي بولاية الحوض الغربي ضمن حملات موجهة ضد كوفيد بدعم من خلال الطاقم الرقابي في عموم المقاطعات، ونسهر يوميا على التنسيق المحكم للعمل الصحي من خلال لجان تعمل على متابعة الحالة الصحية للمواطنين. لجان مختلفة ومصالح صحية تسعى إلى تجسيد الرؤية الإصلاحية الشاملة لمختلف القطاعات في الدولة. محمد مولود، الموريتانية، مدينة العيون. مشاهدي الكرام، بهذا العنصر تكتمل فقرات هذه الحلقة قدمناها لكم من مدينة زويرات عاصمة ولاية تير الزمور. في نهايتها تقبلوا تحيات شبكة مراسلينا في الداخل وتحيات طاقم البرنامج، وهذه تحياتي المختار بابو الأحمدو. إلى اللقاء.